اللحم الأحمر نص كيلو، فضل يكون ربع دهون، يكون كمية دهون منيحة فيه. ممكن نجيبه يكون مكعبات غير مفروم، ضاني أو عجل أي نوع اختياري. بيض عدد 3، وخل أو عصير ليمون 2 معلقة كبيرة، أي نوع خل أو عصير ليمون. وزيت زيتون أو أي نوع زيت اختياري 4 معالق كبيرة، معلق طعام. وملح معلقة صغيرة أو حسب الرغبة اختياري. لون الطعام أيضا هو اختياري، لون طعام أحمر. نطحن المكونات جيد. ممكن اللحمة نجيبها قطع مش مفرومة ونفرمها على الماكينة، على نفس الماكينة نفرمها، هذا هو اختياري. لكن إذا كانت مفرومة ما في مشكلة، يكون فيها نسبة دهون منيحة أو هو اختياري، لأنه هي دهون صحية ومش مضرة إذا كان بحدود السعرات الحرارية تبعتنا. نوضعه على النايلون متخصص للطعام، وبنوضع احنا المنكهات اللي احنا بنرغب فيها، زيتون، حبوب فلفل اسمر، انا وضعت فلفل الاسود، طبعا اختياري المنكهات. بنلفهم على بعض او بنخربطهم شوية هيك بشكل عشوائي، وبنلفهم هيك بشكل محكم. نوضع بالأسفل اللي هو الربطة، بنوضعها بالأسفل، وبنوضع ورق الألمنيوم، بلفها أول شي بالطول ممكن، يعني ما في شي معين، يعني المهم إنه تكون محكمة. بنلفها بالطول، بنلف بنعمل كمان ورقة بالعكس بالعرض منشان تكون أكتر إحكام. هيك أصبحت جاهزة. عند ما تغلي المية بنوضع المرتديلا لمدة ساعة، طبعا بعد نصف ساعة بنقلب على الوجه الثاني، نقلبها منشان يكون الاستواء متساوي، نفس الشيء يكون الاستواء على الوجهين. وهيك بعد ساعة، واحنا ممكن نفحصها بالخلة الأسنان أو بالنكاشة الأسنان، نفحصها نتأكد مثل ما احنا نتأكد من الكيكة، إذا أنتم خايفين تكون غير ناضجة. نتركها تبرد تماما، بعد ما تبرد تماما نوضعها بالثلاجة لليوم الثاني. نوضعها بالثلاجة أقل شيء 8 ساعات، نوضعها بالثلاجة بعد ما تبرد. هذه المكونات الطبيعية والمتوفر دائما في السوق، مع نشا وملح الصوديوم وزيت النخيل والمنكهات والمثبتات واللون والدهون القليل جدا من اللحم، لذلك بيكون السعر رخيص جدا. ولسوء الحظ احنا تعودنا على الأطعمة الغير صحية. هذا شكلها النهائي، واتمنى تعجبكم. في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة، اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.